بعد معاناة طويلة في حرب دامت على الأقل أسبوعين ضد خبراء المعلوماتيات، خبراء الديدوس، الناس المجاهدين اللي قدروا يحققوا الحلم ديالهم ويطيحوا السيرفر ديال MSG ناسيون. لا ناخد شوية الوقت باش نشكر بعض لي مومبر اللي خدموا ليلة نهار باش ينجحوا الشراكة، ها خويا IMG وفرومزا زيكو زي العابدين وآخرون. شكرا لكم بزاف، مي كلاب ما خلاوناش نديرو داكشي اللي بغينا، مي ما عليناش حيت انا مش نهضر لكم هاد النهار على الإيميجي ناسيون، مي على المستقبل ديال القناة وعلى المسار الجديد اللي غادي ناخدوه. خدنا القرار اخوتي باش انا نحقق الحلم ديال البعض ونرجعوا للمغرب ونلعبوا في واحد السيرفور اللي كان يعني بزاف د الناس كيقولوا ان عمري غادي نحط فيه رجلي، وانا واحد منهم. ما بنادم الراي ديالو كيتبدل، وقلت مع راسي سي بون اكثر من عام داز على هذا الشيء، اغلبيه ديال الدراري اللي كان عندي معهم صداعات حل، اغلبيه كل شيء الدراري كان عندي معهم صداعات حل، دونك علاش لا ما ندخلوش المدينه ديالهم ونقصرهم مجموعين نحاول ندير شي حاجه مزيانه. دونك بالنسبه للي بنادم باقي ما فهم، انا غادي ندخل للسيرفور ديال الاليت ونتمنى اني ما غلطش في هذا الاختيار ديالي. تلاقاو نهار الجمعه اخوتي مع 8، كونوا في الموعد و الى هنالك تهلاو في راسكم.